أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قرآنيات. طبعا شايفين الضحكة قد كده على وشي، ليه بقى؟ أقول لكم ليه. المصحف اللي في إيدينا فيه كلمات لو عيل عملها في المدرسة، كتبها في المدرسة، كتب الكلمات دي بالإملة في حصة الإملة، هياكل علقة لغاية لما نعرف يعني يعرف الغلط فين. بس لو طلعت المدرسة والأم الطفل وراحت المدرسة وقالت لا ليه بتضربيه ده مكتوبة في المصحف كده، مش عارفة رد فعل المدرسة هيكون إيه. أهلا بك يا أخي مالك. أهلا بك أخت فرحان. إيه حكاية الكلمات اللي مكتوبة في المصحف دي؟ يعني الحقيقة المسلمون يقرؤون اليوم في القرآن بما يسمى الرسم العثماني. أي. وعندما يقرأ الشخص النص القرآني في الرسم العثماني هو يتوقف ويجد صعوبة في القراءة، وأحيانا يحتاج إلى الهوامش ليفهم بعض الكلمات. وقد أشار البعض، على الأقل نحن لدينا في العصر يعني في القرن العشرين لدينا شخص اسمه يدعى ابن الخطيب، كتب كتاب عنوانه الفرقان، قال بأن نحن لدينا مشكلة كبيرة في القرآن وهي كيفية كتابة أو رسم القرآن. وقال بأن رسم القرآن الذي بين أيدينا اليوم هو نظام قائم على نظام متخلف. ماذا يقصد هذا الرجل؟ يقول بأن الكتاب الأول للقرآن أو الذين دونوا القرآن الأول كانوا قاصرين من ناحية اللغة العربية، كانوا لديهم ثقافة ضعيفة، وبسبب ثقافة البيئة العامة لوجود الأمية الكبيرة في تلك الأيام، فكتب القرآن بشكل قاصر ومليء بالأخطاء الكتابية. بمعنى قال أن القرآن مليء بالأمور التي يجب أن تصحح. وهو أفرد بابا بحوالي 40، من حوالي صفحة 50 حتى صفحة 90، بمعنى ما يقارب 40 صفحة ليعالج نقطة رسم المصحف. يقول أن في القرآن أو المصحف الحالي يوجد مشاكل كثيرة في القراءة، وأورد الأمثلة كثيرة تحليلية، وقال مثلا في أمكنة معينة القرآن يكتب نعمة بالتاء المفتوحة، وفي أماكن أخرى يكتبها بالتاء نفس الطريقة يعني. وأحيانا كلمة بنات يكتب في أماكن معينة بنات بالألف، وفي أماكن أخرى بدون ألف. قال سماوات تكتب في أماكن سماوات سماوات بعد الواو ألف، وفي أماكن أخرى بدون أي ألف. فإذا نحن لدينا تناقضات، قال أنها لا تفسر إلا بسذاجة الكتاب الأول، ونحن يجب علينا أن نرمي هذا الكلام ونكتب القرآن بلغة أو برسم المفهوم. وهو استعرض كثير من النماذج، ولكن لدينا نموذج واحد فقط للوقت. هو يقول هذا النموذج، يتساءل، يقول نموذج من عشرات النماذج التي قدمها، يقول وقد جاء كتاب الفرقان وجاء في سورة الأعراف، هذه الظاهرة على الشاشة. ماذا جاء في سورة الأعراف؟ عند قوله تعالى قال ابن أمة، قال ابن أمة برسمها المعروف في الإملاء وهو الذي يوفق العقل، قال إني ابن أمة، لاحظوا كيف مكتوب ابن أم. غير أنه جاء في سورة طه كذا في كلمة فعلا عسيرة اللفظ، يا ابن أمة يا ابن أمة. ويعلق، ماذا يعلق؟ وقال أنه جاء في سورة طه كذا، ثم يعلق بهذا الرسم العجيب الذي لا يتفق مع الإملاء الحديث ولا الإملاء القديم ولا الإملاء المقبل إلى يوم القيامة. يقول هذا أمر غير عقلاني. بالضبط كده. عارف أخي مالك، أنا يعني عايزة أقول لك مفاجأة بقى، خدها، خد المفاجأة دي. إنهم مش هيغيروا حاجة. قول لي ليه؟ ليش؟ الكتاب ده هو تم مصادرته. تعرف كده؟ الكتاب ده تم مصادرته وموجود دلوقتي الفرقان قصدك. كتاب الفرقان تمت مصادرته ودلوقتي موجود بي دي اف على الانترنت، يعني مش عارفين هم يلموا الموضوع. طبعا خلاص خرج عن السيطرة، خرج على السيطرة. لكن هذه العقول الضيقة والعقول الحجرية مش هتغير حاجة. يعني الراجل عمل حاجة وعمل، عايز يعمل ثورة تصحيح، وحقه يعني، ده هو ما طعنش في المصحف ولا حاجه. لكن هو قال انا عايزين نعمل ثوره تصحيح، لكن هم رافضين وتم مصادره كتابه. شكرا اخي مالك. اعزائي المشاهدين، في حد يكتب يا ابن ام كده برضه؟ حد يكتب يعني بالطريقه دي؟ شوف عقله معقوله؟
دوروا في وانتوا بتقروا، ارجوكوا وانتوا بتقروا بصوا للجمله مظبوط، شوفوا الكلمه مكتوبه ازاي، ما فيهاش حاجه، الكتاب هم اللي كتبوا غلط بس، خلص الموضوع. شكرا جزيلا ونشوفكم في الحلقه القادمه من قرآنيات.